في فيديو النهاردة هقول لكم أسماء أصحاب الكهف وقصتهم بالتفصيل. لو عاوز تعرف تابع الفيديو. ربنا ذكر أصحاب أهل الكهف في سورة كاملة وهي سورة الكهف، وقصتهم إنهم هربوا من ملك ظالم في مدينتهم فعبد الأصنام هو وأهل المدينة، فهربوا في كهف خارج المدينة، والروايات بتقول إنهم كانوا على دين سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام، واسم الملك الكافر دقيوس أو دقنيوس، واسم المدينة اللي بيحكمها أفسوس أو يقال ترسوس، ومنها خرجوا بسبب خوفهم من الملك الظالم، وكان عددهم مش محدد بس المفسرين قالوا 7 وثامنهم كلبهم. قال تعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وفي التفسير قيل إن نفي الأول والتاني ظهر باتباعهم جملة رجما بالغيب ومعناها قصفا بالغيب بغير دليل. وقيل في أحوال أهل الكهف إنهم كانوا من أبناء الأكابر أو الملوك، وإن كان أعمارهم صغيرة، وملك المدينة كان بيلف على مدن الروم فما بيخليش حد على دين سيدنا عيسى بن مريم إلا ويقتله، والفتية أنكروا عبادة الملك وأهل المدينة للأصنام، فذكروا عند الملك إن من أبناء حشيتك على دين عيسى بن مريم، فجمع الملك الفتية وأمرهم بعبادة الأصنام وإنهم يذبحوا ليها، وعدهم بالقتل بعد ما شاف ثباتهم على دينهم، وشاف إنه خلي ليهم موعد يديهم فرصة فيه إنهم يرجعوا ليه ويعبدوا الأصنام زيه. وسبب تأجيل حسابهم هو لصغر سنهم وجهلهم باللي ممكن يحصل لهم من القتل وسفك الدماء وتعليقهم على باب المدينة زي ما بيعمل مع غيرهم. وخرج الملك خارج المدينة فهرب الفتية الكهف في جبل على أطراف المدينة بيقال إن اسمه بنجلوس، فعبدوا الله وشغلوا كل أوقاتهم بالدعاء، وأسماءهم هي مكسلمي، أمليخة، مرتونس، يانيونس، سازمونس، دوان وانس، كشفيطت. مكسلمين لو كتب على ورقة ورمى وسط الحريق انطفئت النار بإذن الله. سازمونس لو كتب على ورقة وعلق المحموم شفاه بمشيئة الله. أمليخة لو كتب على ورقة ورمى في البحر الهائج البحر يهدى بأمر الله. يانيونس لو كتب على ورقة واضح في المال حفظه بمشيئة الله. كشفيطت لو كتب وعلق على إناء الماء وحد شرب منه يشعر براحة بإذن الله. دوان وانس يحمل للجيش. مرتونس لو كتب وعلق على فخذ المسافر المشاء ما يحسش بالتعب مدام متعلق عليه حتى لو مشى الأرض كلها بإذن الله. ودي كانت أسماء أصحاب أهل الكهف. لو مكنتش تعرف المعلومات دي أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وبإذن الله هتلاقي معلومات في القناة تفيدك. أتمنى تدعموني عشان أتشجع وأجيب مواضيع شيقة. مستني تعليقاتكم. سلام.